أهلا بيكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن واجهة الأدوبي بريمير وإزاي نبتدي مشروع وإزاي نوصف الفيديو. المرة دي هكلمكم عن إزاي نحط لوجو للفيديو، وكمان عن البانل بتاعة إفكت كنترول وإزاي نتحكم فيها، وكمان إزاي أحط فيديوهين جنب بعض. الواجهة عامة بيكون اللوجو صورة بي ان جي. الصورة بي ان جي طبعا بنعملها على الفوتوشوب، وهنتعلم مع بعض الفترة الجاية فوتوشوب. كمان أنا منزل لكم سايت كويس للصور بي ان جي، لو دورنا كتير على جوجل هنلاقي حاجات كتير قوي صور بي ان جي وصور كويسة وجودتها كويسة. اختار الصورة البي ان جي زي اي فايل او زي اي فيديو عادي خالص، اسحبه واحطه في قلب بريمير. بعد كده بسحبه وأحطه فوق الفيديو وأكبره شوية عشان أقدر أشتغل عليه وأشوفه، وبعد كده أحط المسطرة عليه وندوس عليه بالماوس عشان إحنا كده معلمين عليه. هنفتح البانل بتاعت الإفكت كنترول، لو هي مش مفتوحة قدامنا نفتح ويندو هنلاقي فيها الإفكت كنترول، نعلم عليها هتظهر لي قدامي. أما نفتح البانل بتاعة إفكت كنترول بنلاقي 3 اختيارات، موشن معناها الحركة، وباسيتي معناها درجة الوضوح، وتايم رامبينج معناها سلو موشن لو أنا عايز أبطأ الفيديو أسرع الفيديو. هنبتدي نتعلمها مع بعض شوية بشوية. أي صورة أو فيديو لازم يكون ليها إفكت كنترول مختلف عن التاني، ولازم أشتغل عشان أشتغل عليها لازم أكون دايس عليها، عامل سيليكشن عليها عشان أبتدي أتحكم فيها. أما ندوس على الموشن هنلاقي فيه اختيارات، في بوزيشن، في سكيل. هنبتدي بالسكيل عشان السكيل ده حجم الصورة، فعشان الصورة كبيرة شوية فلازم نصغر حجمها عشان توضح لنا. هندوس على السكيل، نسحب ناحية الشمال هنلاقي إن الصورة بتصغر معانا. تعالوا برضو نجرب نكبر الصورة، برضو هندوس على السكيل، نسحب ناحية اليمين هنلاقي إن الصورة بتكبر معانا. برضو ممكن هرجع أصغر تاني. تعالوا بقى نشوف البوزيشن، احنا صغرنا الصورة هنقدر نتحكم في البوزيشن بتاعها أو مكانها. دلوقتي في بوزيشن أفقي وبوزيشن رأسي. البوزيشن الأفقي برضو بدوس عليه، برضو هيظهر لي السهم، اسحب شمال هيجي معايا شمال، هسحب يمين هيجي معايا يمين. برضو بوزيشن الراسي، لو سحبت شمال هنلاقيه طلع فوق، سحبت يمين هلاقيه نزل تحت. بعد كده في حاجة اسمها روتيشن، الروتيشن دي برضو تعالى نقف عليها هنلاقي برضو في سهم ظهر لنا. هسحب شمال هنلاقيه بيلف معايا، وهسحب يمين برضه هتلاقيه بيلف معايا ناحية تانية. هرجع السهم دوت، يعني هرجع كله زي ما كانت. تعالوا بقى نتحكم يدوي في الموشن. هدوس على المربع اللي جنب الموشن دوت عشان اتحكم فيها يدوي. هتلاقي ان ظهر لي مربع حوالين الصورة او الفيديو. هبتدي اسحب يمين، اسحب تحت او فوق هنلاقي انها بتتحرك معايا أو بتسحب معايا. أنا كده بقدر أتحكم فيها يدوي. أهم حاجة وإحنا بنسحب ما نجيش جنب النقطة اللي في النص، النقطة في النص دي اسمها أنكور بوينت، إحنا مكلمناش عليها لسه. أنكور بوينت دي معناها نقطة الارتكاز. تعالى نحاول نتحرك فيها كده، كده إحنا بنغير البوزيشن بتاعت الأنكور بوينت. وتعالوا نجرب بقى، ما غيرنا المكان نقطة الارتكاز نشوف لو عملنا روتيشن هيحصل ايه. هتلاقي انها بتلف حوالين نقطة الارتكاز مش بتلف حوالين نفسها زي في الاول. يبقى هنحاول نرجع برضو روتيشن زي ما هي ونقطة الانكور بوينت زي ما هي. احنا كده خلصنا الموشن. بعد كده هنخش على الاوبسيتي، وقلنا معناها يعني درجة الوضوح. هندوس برضو على الاوبسيتي السهم اللي جنبه عشان يفتح لنا البانل بتاعتها. الاوبسيتي معناها درجة الوضوح، يعني احنا ممكن نعمل
اللوجو ده علامة مائية، إن هو يبقى شفاف ويبين اللي تحتيه. فلو نسحب هتلاقي إن هو ابتدى يكون شفاف شوية ويبين اللي تحتيه. برضه أسحب يمين أو شمال بيديني درجة الوضوح اللي أنا عايزها. تعالوا نظبط مع بعض اللوجو بتاعنا. دلوقتي هدوس على موشن، واتحكم فيه يدوي، هصغر تمام، نحطه مثلا وليكن فوق تمام، نصغره شوية كمان نتهيألي تمام كده. تعالى برضو نخش على البوزيشن ونحاول ونظبطه شوية. احنا بنظبط يعني تقريبي او كل واحد حسب التخيل بتاعه، فانا بس بحاول نعمل فيديو مع بعض شكله كويس، واحنا بعد كده كل واحد حسب تخيله، في ناس هتعمل احسن في ناس هتعمل زيه يعني، وربنا يوفقه. دلوقتي انا هخش على الاوبسيتي. الاوبسيتي ده درجة الوضوح، انا زي ما قلنا انا هرجعه لوجو زي ما هو. عايز اكلمكم بعد كده عن حاجة اسمها بلند مود. بلند مود ده هو درجة، ممكن ده بيتحكم في لون الفيديو أو درجة شفافية الفيديو، أو ممكن نغير ألوان نخلي لايتنج مثلا. بس لازم عشان نشتغل على بلند مود هنزل لكم كده فيديو، تعالى ننزله وبرضه هخليه لكم في الديسكريبشن. عموما الفيديو ده هيفهمكم البلند مود عبارة عن ايه، وبرضه انت هتدوره على النت هتلاقي حاجات كويسة أوي تساعدكم. انا دلوقتي هنزل الفيديو بطريقة ان انا اسحب واحط على البرنامج، كل واحد حسب الطريقة تريحه طبعا. بعد كده هحط الفيديو كانتقالة، هحطه يعني فوق فيديوهين، وتعالى نشوف لو اما اتنقل بين الفيديوهين هيحصل ايه. دلوقتي هنتأكد ان بلند مود نورمال وبعديها نشغل. هنلاقي احنا مش شايفين اي حاجة، ان الفيديو مغطي على اللي تحتيه. تعالوا نعمله لايتن ونشوف هيبقى عامل ازاي. تعالوا نشغل. هنلاقي ان هو وضح اللي تحتيه شوية وعمل انتقالة حلوة. طب تعالوا بقى نخفف النسبة بتاعة الوضوح شوية، بدل ما هي 100% تعالوا نخليها مثلا 90%. عايزين نقف على الفيديو الأول. لما نظبط نسبة الوضوح هنلاقي إن الدنيا اختلفت، وهنلاقي الإنتقال شكلها حلو أوي وحسنت في الفيديو كتير. دلوقتي بقى هنضطر نظبط مع بعض اللوجو، هنكبره شوية، وعايز هنحط فيديوهين جنب بعض ونشوف المنظر يكون إزاي، يعني نتحكم في الفيديو نفسه. المرة اللي فاتت اتحكمنا في اللوجو وصغرناه، تعالوا نشوف الفيديو لو عايزين نصغر حجمه أو نكبره هنعمل إيه. دلوقتي انا هسحب فيديو تاني واحطه فوق الفيديو الاولاني. هقص الزيادة دي، هنحدد مع بعض الزيادات، ندوس ديليت. تعالوا نشغل.
الفيديو التاني قفل على الفيديو الاولاني خالص، مبقاش باين. طب ايه الحل؟ عايزين احنا نشغل الفيديوهين مع بعض في نفس الوقت. هاجي بقى من عند الحتة اللي ابتدى فيها الفيديو التاني، بص الفيديو الاولاني، هنقف بقى على الفيديو اي فيديو فيهم ونصغر حجمه. من عند السكيل ونسحب شمال لغاية ما نشوف الحجم اللي احنا عايزينه، نتحكم في البوزيشن، نخليه على جنب مثلا. نيجي على الفيديو الأولاني نعمل نفس الحركة برضه، نتحكم في السكيل ونحاول نظبط السكيل دي مع السكيل دي بحيث يبقوا الاتنين قد بعض متناسقين. برضو بحطه على الناحية اليمين، كده لو شغلنا مفيش فيديو هيغطي على فيديو، عشان احنا مخلين الفيديوهين يشتغلوا في نفس الوقت متوازيين مع بعض. انا ما نزلت الصوت، لو تلاحظوا ان الصوت الجديد غطى الاولاني، فانا بدليته وبعد كده بسحب الصوت ما كنت حاطه هيتسحب عادي خالص ويرجع زي ما كان. تعالوا نشوف كده لما نشتغل مع بعض. وننتقل هتبقى ازاي؟ فيديو وبعد كده اتنقل على فيديوهين. هسحب دلوقتي اللوجو، عايز احط اللوجو على الفيديوهين بتوعي. تعالوا نشوف المنظر بقى ازاي. تعالوا نشغل مع بعض. اتمنى يكون الشرح عجبكم، لايك وسبسكرايب وشكرا لكم.